وصلنا مع سيادة المستشار يحيى بتار وأذن لنا إنها تمشي. طيب. شكرا. أنا فهمت يا شريف، واللي عمل كده لازم يعرف أنا مين، فاهم؟ خلينا نمشي وبعد كده نشوف هنعمل إيه، تعالي. يا فريدة. إزيك؟ عملت إيه؟ الحمد لله. النهاردة عدى على خير. يعني القضية خلصت خلاص؟ لا يا فريدة. لسه في قضية بس محتاجة شوية وقت. انت مالك متوتر كده ليه؟ عشان الموضوع لسه ما خلصش يا فريدة، واكتشفت ان في ناس كتير قوي مستنيه اليوم اللي يقع فيه يوسف المالكي. بعد الشر علينا. جو، اوبا، ايه الشياكه دي؟ انت ما غيرتش ليه؟ انت مش عارف ان عندنا تمرين؟ عارف طبعا. سيبي بابا في حاله، بابا جاي تعبان. مفيش الكلام ده يا عمنا. عمنا ده ايه؟ اهدي انت بس يا حاجه، الراجل ده مش بشوفه غير صدفه وهيتمرن معايا. بقول لك ايه، بلاش تتكلمي بالالفاظ دي، انت فاهمه ولا لا؟ خلاص يا فريده، خلاص خلصنا. كل ما هتزودي فيها البنت هتغلط اكتر. خلاص بقى، هطلع اغير وهنزل اقطعك يا نجوميه. ايوه بقى يا ابو الصحاب. نجوميه وابو الصحاب، تربيتك شايف تربيتك عملت ايه؟ مالها تربيتي؟ يعني من المحكمه؟ مفيش، كان في حاجه في المزرعه كده رحت حلتها. طيب انت تعرف واحد اسمه ناجي؟ مفيش غير ناجي واحد. ماله؟ عايزك تفهم لي حكايته ايه. لا هي حكايته معروفه، وطالما ظهر يبقى في قلب. سيبهولي انا اوصل له بمعرفتي واعرف ايه اللي وراه. الله يسلمك يا صاحبي. قول لي، مفيش اخبار عن نور؟ كلمت فريد، قال لي لسه التحريات شغاله ما وصلوش لاي حاجه. هوصلك واروح له. يا رب ان شاء الله خير. ايوه فريد. ايوه يا احمد، هنا عربيه نور. ايه؟ طب ابعت لي اللوكيشن، انا جاي لك حالا. في ايه؟ لا، عربيه نور. ها اوبا، جوري جو جامد برضه. الله الله على وحش المجرة اللي مظبطنا جوه وبرا. ايش الشياكة دي يا ابو العيامة؟ اقل حاجة عندي بقولي لابوكي. بقول له والله، بقول لك ايه، انت لازم تقطعه. انا كده كده بقطعه من غير حاجة. طب امسك بقى عشان لازم اخلع حالا. ايه الواد بتاع المزيكا؟ احبك كنت راكب معايا في السلام. بقول لك ايه، برمج اخوك بقى عشان يزن على ودانه. ايه جو، انا انجي بنت الباشا وهو علي بن الجنايني، ورد قلبي ده مش هينفع معايا خالص. تلاقيش انا وكيلك في الجوازه دي، واللي عاوز يجي الفرح يجي، واللي ما يجيش عنه ما جه. سلام يا اتش. سلام يا روحي. سلام يا حبيبتي. سلام يا حبيبي. هتعرف ولا هتتعبني؟ اتكلم على قدك. يا فريد، الحمد لله على سلامتك يا حسن. الله يسلمك. احنا لينا العربيه فاضيه ومستنيين المعمل الجنائي جاي في الطريق، عشان لو في اي ادله او بصمات تساعدنا في القضيه. ورجالتنا بيمشطوا المنطقه كلها. مش قادر اصبر اكتر من كده. ايه ده يحيى، خلينا نعرف نفكر. واضح اللي بيحصل ده متخطط له كويس جدا. انا ده رايي برضه، خلينا نستنى المعمل الجنائي نتائجه، هتساعدنا كتير في الموضوع. يلا. الوقت اللي جاي ده ايه ده؟ انت يا ابني؟ دي نمرة التليفون، كلمه.
الناس دي؟ هاتوا العيال دي والواد الصغير كمان. واقف يلا. عملتولك بإيدي، امسكي. تسمعي عن الاحتباس الحراري اللي بيشفط الأكسجين من الجو؟ دي معلومة بقى ولا بتهبد؟ والله أنا عن نفسي مش عارف إذا كنت بهبد ولا لا. أنت لما بتكوني زعلانة يا مريم أنا بحس إني مخنوق، بيحصل لي احتباس حراري، بتوتر، الأكسجين بيقل. أيوه اضحكي بقى، ضحكتك حلوة. أنا مش بضحك على فكرة. لا بتضحكي، ولا بتعملي إيه؟ بس بقى ممكن طب توعديني إنك تفضلي كده على طول؟ أصل المستشار ده أنا متغاظة منه قوي قوي. وأنا قلت لك هجيب لك حقك، يبقى تثق فيا. يلا يلا، ده أنا هنسيكي اللي حصل معاكي ده كله النهاردة. يلا يلا ثانية واحدة، أنا مستنية نيكول تيجي من المطار وجايبة لي فستان الفرح، وأنا هموت وأشوفها. وأنا كمان. أنت كمان إيه؟ هموت وأشوفها. تنسى طبعاً، انت يوم الفرح وبس. انا مستني اليوم ده قوي. تبقى عروسه زي القمر. حلو المكان. انا ما بحبش اعمل اجتماعاتي المهمه غير هنا. نخش في الموضوع على طول. انا سمعت ان البضاعه اتسرقت، ضاعت، اختفت. المهم انها ما بقتش موجوده. بص الدنيا باظت. الايام قامت، اللي جاب البضاعه دي يجيب غيرها. اوعى تكون فاكر ان الفلوس اللي اتصدرت دي هي كل ما نملك ولا حاجه. ما تقلقش، خير كتير. بقى المشكله مش مشكله فلوس، هتتحلت. المشكله ان البضاعه دي مفيش منها غير نسخه، وانا عايز البضاعه دي، مش عايز بضاعه غيرها. بس انا بحب البضاعه بتاعتي قوي. حقك، بس افرض ان البضاعه دي ما بقتش موجوده، نعمل ايه؟ مش لازم ناخد وندي عشان نوصل لحل؟ البضاعة مش موجودة يبقى خلص الكلام. ناجي ما بيتمرجحش. مش عايز تتمرجح، انزل. حقك انك تتمرجح وقت ما انت عايز طبعا، لكن احنا في تجارة. التجارة بيع وشراء، بين البايع والشاري. بين البايع والشاري في شغلتنا لو مفيش بضاعة يبقى في مكان عدم. ده قانون الشغلانة لو ما تعرفوش. اعرفه، اعرفه كويس جدا. بس انت اتسرعت وجاوبت بدري. العلماء لما بيفشلوا في تطبيق نظرية بيغيروا القانون. اينشتاين قال لك ايه؟ اينشتاين؟ قال لك من الغباء ان تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الخطوات وان تنتظر نتيجة مختلفة. انا مش قصدي طبعا ان انت غبي ولا حاجة، اوعى تفهمني غلط. انا كل اللي بقوله ان انت حتى لو استخدمت العنف مش هينفع. يبقى الحل انك تاخد الفلوس، ده حل ذكي. بمناسبة اينشتاين بيحضرني العبارة الخالدة بتاعت الحكمدار عباسط حمودة. حبيبي. بيقول لك اديني قلبك وخد قلبي. طب وهل يعقل الكلام ده؟ اتس نوت لوجيك. سيبك بقى من كلام العلماء ده وبلغ اللي بعتك، لو البضاعة ما وصلتنيش في خلال 3 ايام هاخد قلبه مش هديله قلبي. ما تنساش اقرا فاتحة اينشتاين. Sure. وعجبتلي نظرية عبد الباسط. Good idea. رغم إن ناجي ظهر لكن قلبك جامد وبتلعب سكواش ومش همك أي حاجة. مطمن طبعًا، لأن أكيد أخويا هيقف جنبي. عشان إبليس في الجنة. عشان إبليس في الجنة. طيب لو ناوي تلعب بلاش تلعب بالجسمة دي، لأن هي هتوقعك على وشك. ما تقلقش، أخوك طول عمره جاهز. بيقولوا في سجون أوروبا اللعبة دي لعبة أساسية. وإنت ناوي بقى تروح تلعبها هناك؟ ربنا ما يكتبها علينا. أي معلومة كده جت على بالي
لما ظهر ناجي. بقولها لك عادي يعني. بمناسبة ناجي، ناوي تقف جنبي ولا تشيل ايدك؟ نتحاسب. البضاعة اللي ضيعها شريف تضير فيها رقاب، وأنا الوحيد اللي أقدر أنقذكم. فيش إخوات بيتحاسبوا يا هارون؟ لا، ده بيقولوا إن كنتم إخوات اتحاسبوا. ده أنت ما صدقت تلاقي حاجة تمسكني بيها من إيدي اللي بتوجعني. اللي لقي فرصة وما استغلهاش يبقى عبيط. أخد حقي، أحل رقابكم من حبل المشنقة. العب. واضح ان كان لازم اسمع الكلام من الاول. انت عملت الصح يا يحيى. انا عملت اللي انا شايفه صح يا عازم، بس ما عملتش حساب ان اي حد ممكن يتاذي بسبب. ان شاء الله كل حاجه هتتحل، وعمره هنلاقي الرقم وهنلاقي نور، الكابوس ده كله هينتهي. انا ازاي ما جاش في بالي؟ ازاي؟ في ايه؟ استنى، ايه اللي حصل؟ راح فين؟ انا كنت متفق مع نور امبارح ان احنا نتقابل في اسكندريه وهي هتسبقني على هناك. ازاي ما افتكرتش؟